كيف تمرر بفيفا؟ سمعتني صح، والتمرير بفيفا اشي كثير مهم، فصدقني في هذا المقطع في اشياء ما بتعرفها عن التمرير ولازم تتعلمها بسلسلة فيفا للبسطاء. لايك وفولو وبسم الله. بطل تستخدم الاكس العادي وجرب تضغط على الاكس مرتين، التمريرة بتيجي هوائية وصعب تنقطع وخصوصا في منطقة الجزاء. ضيف للاكس ارون، فالارون اكس ثنائي بيخلي التمريرة قوية وبتوصل اسرع. المثلث العادي كثير ضعيف، فانك تعطيه ارون حيصير اقوى بس كمان ما حيفيدك كثير. ضيف للمثلث العادي ارون والون بنفس الوقت، بهيك حتيجي تمريرة من ورا المدافعين وكثير صعب تنقطع.